الفحل ولد الملوك والام بنت السنجابي الملك جهاد نمرني ابو يوسف المدرب طارق بن زياد القيله ستكون لبزيو تليها المهره نوفه ابنه المنار والام بلو صفرة الملك صالح الغبريه والخيال سيكون زنور غدير تليها احلام الرشيد ابنه الفحل كلاسيك رشيد والام صفرة بنت نفاته الملك احمد رجاء ابو حسين المدرب ابراهيم غدير والقيله ستكون لسلمان الاعسم وتليها نجمة الفرجينيو ابنة الفحل فرجينيو والأم البطلة غنية عن التعريف رماح بنت مجاري المالكين عمر غرفات وحمود العارف تدريب الاسطبل الأزرق والقيادة ستكون لحمود العارف أيضا هاي المهرة طيبة ابنة الفحل فانتوم بارز والأم منيتا المالك الحاج أبو طراد المدرب طراد سكر والقيادة ستكون للمدرسة سالم العقدي ومن ثم الانطلاق بعملية الإحماء إلى جهاز الانطلاق طيبة بنت الفحل فانتوم بارز المالك الحاج أبو طراد المدرب طراد صقر والقيادة للمدرسة سالم العقبي الصقر زنور غدير على صهوة نوفا ابنة المنار والأم بلو صخرة المالك صالح الغبرية والقيادة لزنور غدير الصحراء على صاوة أحلام الرشيد ابنة الفحل كلاسيك رشيد والأم صخرة بنت نفاتة الند العنيد أياس أبو جبل على صهوة أمنية البرك ابنة الفحل برك البريق والأم بنت فيصل زيو نطلب من الخيال بزيو اعتلاء المهرة جنيفر والخيال محمد العام شوط المهورات شوط الفئة الأولى لمهورات مواليد عام 2014 الشوط السادس طيبة مع الوستون وعمر غدير أحلام الرشيد مع ابن الصحراء سلمان الأعسم أمنية البرق مع الند العنيد أياس أبو جبل جنيفر مع المدرسة الشمالية بزيو نجمة البرجينيو مع الفرس المتألق حمود العارف ونوفا مع الصقر زنور غدير ها هي جنيفر بسم الله ما شاء الله بنت الفحل ولد الملوك والأم بنت سنجابي سيقودها الفارس بزيو ولكن انطلقت لعملية الإحماء مع مدربها طارق بن زياد نحن بدأت الإطارة تكتمل شيئا فشيئا مع بطولة المهورات مواليد عام 2014 بأروع الأشواط شروق الوستون بنت الفحل علي زاكر بقيادة الفارس المتألق عمر غدير نحن بانتظار حمود العارف ليعطي نجمة الفرجينيو بسم الله ما شاء الله شروق الوستون بنت الفحل علي زاكر المالكين يحيى وأبو الرازي تدريب اسطبلات مقداد والقيادة لعمر غدير بطولة ميدان الأحلام هنا على ميدان الأحلام هيا بسم الله ما شاء الله نجمة البرجينيو ابنة بطل عروض الجمال برجينيو والأم هي بطلة ميادين السباق البطلة الراحلة الغنية عن التعريف رماح ابنة المجالي والأم سهام المالك عمر غرفات وحمود العارف تدريب الاسطبل الأزرق والقيادة ستكون لحمود العارف لأن آخر المنطلقات بعملية الإحماء نجمة البرجينيو مع الخيال حمود العارف ابنة برجينيو والأم رماح بنت المجالي جميع المشاركات انطلقوا بعملية الإحماء طيبة أمنية البرق جنيفر كما هو مواليد عام 2014 شوط يجمع سبعة أبطال اجتمعت من أنحاء البلاد لتتنافس على لقب بطولة ميدان الأحلام جاء
جنموذ المبين ابن المبين والام صبرا المالك ماهر سواعد تدريب الاسطبل الازرق مايمون ابن سولاسكي والام بلقيس تدريب اسطبلات السلام والملكيه ايضا لاسطبلات السلام والخيال سيكون صالح زير المبين ابن المبين والام بنت جولان الكبير المالك محمد مصطفى حجرات والقياده ستكون لابن الصحراء سلمان الاعسم عز الخيل ابن الفاحل بريت عبيان والام نهال البيضاء هذه هي اسماء الخيول المشاركه في الشوط السابع نطلب من ملاك ومدربي الميدان للانطلاق مباشره ما بعد الانتهاء من الشوط السادس اما والان فنعود الى مجريات الشوط السادس شوط يجمع بسبعه مهارات على اعلى المستويات اولى المشاركات وهي طيبه ابنه الفاحل فانتوم بابز فنار والام بلو بنت صخره يقودها الصقر زنور غدير نائبة بطلة ميدان قناة الجليل الأسبوع الماضي أم ستفعلها شروق الوستون بقيادة الفارس المتألق عمر غدير أم ستفعلها أحلام الرشيد ابنة صانعة الأبطال صخرة بنت نفاتة أم ستفعلها أمنية البرق ابنة البطل الكبير برق البريق أم ستفعلها جنيفر بقيادة بزيو هذا الفارس المتألق الذي لقب بالمدرسة الشمالية أم ستفعلها نجمة الفرجينيو وتسير على درب أمها البطلة الراحلة رماح بنت المجاري أم ستفعلها نوفا بقيادة الصقر زنور غدير لحظات وسيتم إطلاق هذه المهارات هنا على ميدان الأحلام يصدر القرار من هي المهرة التي ستتوج بطلة لهذا العام جميع المشاركات في هذا الشوط توج بعدة مراتب أولى وثانية وثالثة مما جعلهم أن يتأهلوا لهذا الشوط بطولة ميدان الأحلام لحظات وثواني المعدودات لإطلاق العملاقات مهارات مواليد عام 2014 طيبة شروق الوستون أحلام الرشيد أمنية البرق جينيفر نجمة البرجيني ونوفا لحظات وثواني المعدودات جميع المهارات داخل جهاز الانطلاق من هي التي ستتربع على بطولة ميدان الأحلام إذا بالفعل انطلقت خيول الشوط السادس على بركة الله تعالى شروق الوسطن مع عمر غدير بانطلاقه ناريه وصاروخيه بصراع مع امنيه البرق مع اياس ابو جبل سلمان الاعسم على صوت سلمان الاعسم على صوت احلام الرشيد بالمرتبه الثالثه الدخول ثنائي قرابه المنعطف الاول بالمراحل الاولى من هذا الشوط امنيه البرق بصراع مع شروق الوسطن المدرسه سالم العقلي على صوت طيبه يترقب بالمرتبه الثالثه صراع والاروع بين المنعطفين المهارات الان ما بين المنعطفين الدخول لا يزال ثنائي ما بين المنعطفين صراع ما بين امنيه البرق وشروق الوسطن طيبه تندفع من الخلف احلام الرشيد مع سلمان الاسد تحاول تقليص الفارق الاناث تخرج من المنعطف الاخير مقبله نحو الخط المستقيم دخول رباعي جميل دخول رباعي مثير صراع على أروع طيبة وأحلام الرشيد بصراع على بطولة ميدان الأحلام طيبة وأحلام الرشيد أحلام الرشيد بطلة ميدان الأحلام لعام 2017 طيبة بالمرتبة الثانية وجينيفر بالمرتبة الثالثة إذا أحلام الرشيد يا بطلة ميدان الأحلام لعام 2017 وطيبة مع سالم العقبي بالمرتبة الثانية وجينيفر مع الزو بالمرتبة الثالثة المهندس الكبير ابن الصحراء سلمان الأعسم للمرة الثانية هذا اليوم أحلام الرشيد هي بالفعل ابنة صانعة البطلات صخرة بنت نفاتة ألف مبروك مبروك إبراهيم غدير مبروك يا أحمد رجاء أبو حسين مبروك يا طيبة نائبة نفاتة مبروك ألف مبروك للمدرب إبراهيم غدير بقيادة موفقة وحكيمة أقول المهندس الكبير سلمان الأعسم يفعلها للمرة الثانية هذا اليوم مع أحلى أحلام لعام 2017 الأخ زيدان سواحل أبو نايف يقوم بتتويج بطلة هذا الشوط أحلام الرشيد ابنة الكاتب رشيد والأم صدفة بنت نفادة مبروك لأحمد رجاء أبو حسين مبروك إبراهيم غدير وسلمان الأعسم مبروك فرسان غير المشكور
على بطولة المهرة الواحدة أحلام الرشيد. نشوف العكس نفسه واحدة منايف يتوج البطلة أحلام الرشيد بطلة قيادة الأحلام محمد بن 17 بقيادة ابن الصحراء المهندس الكبير سلمان علي زاكر القادمة من اسطبلات المقداد المالكين يحيى وابو الرازي والقيادة كانت للفارس المتألق عمر غدير. مبروك الف مبروك مبروك للفائزين وحظا اوفر للذين لم يفوزوا. 2014 المرتبة الاولى كانت من نصيب احلام الرشيد.